تشارك مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بهدف التعريف بدورها الفعال في صناعة الأثر في مجتمع ريادة الأعمال السعودي. اليوم احنا في المعرض نمثل مسك الريادة، وهو قسم من أقسام مسك. طبعا معلومة عامة، مسك تنقسم إلى 4 أقسام رئيسية: مسك الريادة، مسك المجتمع، مسك القيادة، ومسك المهارات. في هذا المعرض احنا نمثل مسك الريادة. مسك الريادة يهتم برائد الأعمال سواء كان فرد أو مؤسسة، بدءا من اهتمامه بمجاريات الأعمال إلى آخر حقبة ممكن يصل لها بأنه يكون عنده شركة ضخمة ويكبرها. عندنا عدة برامج تهتم بهذا رائد الأعمال. نبدأ ببرامج ستارت اب سكول وسبارك، وهي برامج مختصة للأشخاص اللي عندهم اهتمام بمجاريات الأعمال ويبغوا يكتشفوا أكثر هل هم الأشخاص اللي هل هذا هو المجال الصحيح لهم أو لا. بعدها عندنا مسك لونج باد، وهو بالعربي مسك الانطلاق، يهدف إلى أخذ الشباب اللي عندهم أفكار وتحويلها إلى منتج أولي قابل للاختبار في خلال شهرين ونص. فيعني هذه نعطي له أبجديات بداية الشركة، سواء من الناحية العملية أو من الناحية تصميم المنتج. بعدها عندنا مسرعة مسك، مسك أكسلريتر، بالتعاون مع المسرعة العالمية بلاج أند بلاي، وهي مختصة بالشركات اللي يسموها في مرحلة البذرة أو سيد ستيج ستارت أبس. يجوا عندنا يدخلوا برنامج مدة 3 شهور، نعلمهم الطرق اللي ممكن يتسع العمل فيهم ويطلعوا خارج أنحاء المملكة، يروحوا إلى العالم العربي والعالمي أيضا. أخيرا عندنا برنامج اليونيكورن بيلدر، بالعربي أقرب ما يكون هو دعم الشركات المليارية. فبالتالي يجون شركات يكونوا في الأساس هم في مجال الملايين، يدخلوا عندنا برنامج لهم مدة زمنية معينة، نعطيهم سبل ودعم كيف يقدروا يتسعوا إلى رقعة أوسع، سواء من ناحية الأعمال أو من ناحية الجغرافيا اللي هم يعملوا فيها، بحيث يصلوا إلى أنهم يكونوا يونيكورن أو شركة مليارية. كل هذا يتم أيضا بقالب اللي هو مساحة مسك أو مسك أنتربرينورشيب سبيس، وهي مشروع نعمل عليه مع الفريق، الهدف منه جمع كل هذه المراحل اللي تكلمنا عنها بقالب واحد، يصير عندنا طريقة واضحة لرحلة رائد الأعمال مع مسك من البداية إلى النهاية. مسك وتميز مستمر، التحية لكل منسوبيها.